كشف مهند لاشين نجم المنتخب المصري ونادي طلائع الجيش كواليس ركلة الجزاء الضائعة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، حيث قال مهند لاشين في تصريحات تلفزيونية: في البداية البعض شكك في قدراتنا وإمكانياتنا، ولكن سرعان ما تحول الأمر وتلقينا دعم كبير من الجميع. كانت ظروف البطولة صعبة، لعبنا في 3 أو 4 مدن مختلفة، ولكن الجميع كان على قدر كبير من المسؤولية ولم يقصر أحد. وقال لاشين: محمد صلاح اجتمع بنا بعد مباراة نيجيريا من أجل تحفيزنا على الاستمرار والمنافسة على البطولة، وكنا مؤمنين بقدراتنا رغم أن البعض لم يكن يرشحنا للفوز باللقب. وعن ركلة الجزاء المهدرة أمام السنغال قال لاشين: ركلات الترجيح تكون بناء على ترتيب وتدريبات مسبقة، ولم أكن في الترتيب المبدئي لتسديد ركلات الترجيح. كان من المفترض أن يقوم أحد اللاعبين بالتسديد ولكنه رفض بسبب الإجهاد، وبعد رفض اللاعب تسديد ركلة الجزاء طلب مني محمد صلاح أن أسددها أنا. في نفس السياق كشف محمد أنني لاعب خط الوسط لمنتخب مصر سبب رفضه تسديد ركلة الجزاء، فقال أنني أسدد ركلات الجزاء بشكل جيد جدا، ولكني لم أسدد من الخوف، ولم أكن أتحمل أن أكون السبب في خسارة فريقي وأضيع حلم 100 مليون من أجل التفكير في نفسي. في نهاية الفيديو بشكركم مشاهدينا متابعينا، ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا الجديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.